هذا المسلسل برعاية ترانسفير جالاكسي، اس اي مابلر، سناب دكتور. تفضلي. دكتور نيران، حكى لي دكتور سفينسون انك بحاجة مساعدتي. انا حكيت مع دكتور سفينسون مدير المستشفى عن حالتك، هو حابب يشوفك، هو موجود بالطابق الثالث، الدكتور اماني حتساعدك تورجيك الطريق. اوكي؟ بياكم ما تباكا. لا ما في داعي ترجع لهون، الدكتور سفينسون حيكتب الجزء تبعه وانا حكتب الجزء تبعي بالملف تبعك الطبي. حساعدك كيف تنزلي. رح أكون عند دكتور سفينسون، إذا احتجت شيء بتعرف وين تلاقيني. قال لي الدكتور سفينسون انك بحاجة لمساعدتي. دكتور نيران قدم لي الحالة. شو هالعالم هاي؟ شو صرات سفينسون؟ لحمه مثل الصغار، كانوا جاتوا لعبة من يوم ما شافها. لك والله ما نعرف شو تصير بالعالم. احسن شي تفضل. سلمى؟ ايه سلمى، والله زمان يا دكتور. Allt kommer. Tveka inte och fråga mig om det är någonting du أندرى. أكيد أكيد. بس دكتور كنت بدي أسألك، شو قصة نيران؟ اليوم إجانا مريضة كبيرة بالعمر بدها تعمل عمليات تجميل، فهو بدل ما يرفض وافق على طلبها. برأيك معقول هذا الشيء؟ نيران؟ بريد أنت عن هنا. Jag har någonting att berätta för dig senare. Trivs du här؟ مبسوطة. اليومين هون بعد بكير. هلا ماشي الحال. Du är en ung kvinna och du är precis i början av din karriär. Du kommer att få säkerligen många tillfällen att både behöva hjälp och få hjälp. Och jag lovar att hjälpa dig. När jag tittar i dina ögon, det är som när jag gjorde mina första
steg inom medicinen 1971 då livet var enkelt och underbart. Och låg framför mig. Hur går det med pojkvännen? Du menar mitt ex. Det är inte lätt att ha en man hemma. Du skojar. Har ni gjort slut? Jag förstår att det är svårt med förhållanden, men ibland tar det bara lite tid att fundera ut vem man trivs med. Alltså jag tror inte det handlar om tid. Tänk dig, jag var med mitt ex och bodde med honom i 7 år. Mm. 3 veckor innan bröllopet så lämnade han mig. Ja, jag vet. Jag kommer ihåg, men tänk inte på det. Försök att blicka framåt istället bara. Ja, du har tur. Du har barn, du har familj. Jag har tappat hoppet om familj. Ja, men Emily, det är inte riktigt som du tror heller. Alltså varje dag på senare tid har jag tänkt på att lämna min situation. Det enda som får mig stanna kvar är mina barn. Som man har bara ett liv. Selma, kifek? Är det sorry kom svid? Sali sentan tariban. Shu hal-mufajaa saida? Ehna l-2 akid anna haki kteer nahki. لا نيران، خلينا ما نحكي عن الماضي. أنا جاي لهون أنت كدكتور وأنا كمريضة. طيب مثل ما بدك، خلينا نشوف الموضوع الطبي بالأول وبعدين نحكي بالأمور الثانية. هات لأشوف كيف بقدر ساعدك. بدي أياك ترجعني 10 سنين لورا. الفترة الماضية عشت حياتي كتير صعبة وحاسة هالشي أثر على نفسيتي وعلى جسمي. سلمى أنت إنسانة متعلمة، ال10 سنين اللي مضوا كان لازم يمضوا، سواء إحنا سعداء أو لا. الزمن ما بوقف لا عند السعداء ولا عند الحزينين. لا لا، مو هذا اللي قصدته. ال10 سنين بيكبروك سنة لما تكون سعيد وبيكبروك 100 سنة لما تكون حزين. هيك أنا كان بقصد. Grekiska. Jag har aldrig hört dig sjunga på grekiska. Aldrig? Nej. هذا المسلسل برعاية ترانسفير جالاكسي.
اس مابلر، سناب دكتور.